المهندس عماد العشماوي رئيس مجلس إدارة شركة المنتصر للمقاولات المتكاملة وتقنيات العزل الحديث يتحدث لبرنامج الثمرة. من سنين طويلة جداً وأنظمة العزل اللي بتطبق في العالم كله أنظمة تقليدية لم يطرأ عليها أي تغيير. كنا بفضل الله من أوائل الشركات اللي اشتغلت على الموضوع في مصر. كان الحل الأمثل بالنسبة لنا هو منتج البولي وسان فوم. فرق أسعار إيه عندك؟ والله الأسعار إحنا درسناها قبل كده مقارنة بالأنظمة القديمة. الفرق هنا يمكن إحنا نكون سعرنا أعلى شوية، ولكن احنا بنتمتع بالاستدامة الطويلة إضافة إلى توفير قدر كبير جدا من التكلفة المستخدمة في التدفئة والتبريد، في استهلاك الأعلاف، في استهلاك الأمصال، بتقلل الفقد، بتزود الكثافات داخل العنابر. تبقى أخبار المنافس بتاعتنا إيه في المحافظات بقى؟ والله احنا بفضل الله منتشرين في جميع القطاعات. أولا احنا بفضل الله في مجال الدواجن. برنامج الثمرة يأتيكم في الأوقات التالية